وأين السلاطين؟ وأين الأغنياء؟ وأين الفقراء؟ وأين الرسل والأنبياء؟ أين الظالمون؟ أين الجبابرة؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا لا لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا نفس يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل آه من هذا المنزل إنه القبر، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. قال جل وعلا لحبيبه المصطفى ونبيه المجتبى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يوم القيامة، فإنه ملاقيكم يوم القيامة. قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟
إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها والعقل ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها، لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، خلي بالك انظر إليه وهو على فراش الموت، الله جل وعلا يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، بلغت الروح الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم وصار يغرغر، وقيل من راق، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي من يرقى بروحه لتفارق الروح الجسد إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة، من يرقى بروحه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب، من يحمل هذه الروح، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ قال مجاهد والضحاك في قوله سبحانه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أي من يرقيه، من يبذل له الدواء، من يقدم له العلاج، التف الأطباء من حوله، هذا متخصص في جراحة القلب، والآخر متخصص في جراحة المخ والأعصاب، والثالث أستاذ كبير في البنج، وهذا في تخصص كذا، والخامس في تخصص كذا، التف الأطباء من حوله، التف الأطباء من حوله وداروا، وعجز الأطباء وحاروا، انظر إليه وقد اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه في هذه السكرات وفي هذه اللحظات، يحاول جاهدا وهو على فراش الموت أن يحرك شفتيه، أن يحرك لسانه بكلمة التوحيد، بكلمة لا إله